السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، جيتكم اليوم بفيديو جديد ونصيحة جديدة اللي كنتمنى انها تنال الرضا ديالكم. نصيحة ديال اليوم بسيطة كتعلق بطريقة كيفاش نحتفظوا على النعناع، واخا الوقت دابا ديال الشيبة ولكن انا من المحبين ديال النعناع، وكذلك كيفاش نحتفظوا على الشيبة لواحد المدة ديال اسبوع حتى 10 ايام تبقى كانكم اول مرة شريتوها بواحد الطريقة رائعة وجيدة. كنتمنى تنال الرضا ديالكم. دابا غادي ندوز معكم. قبل ما نقول لكم هذه الطريقه هذه، اولا انا هذه الفكره هذه ما في الحقيقه هذه النصيحه ما كنتش غادي نقدمها، كنسحب الاغلبيه عندهم، ولكن بحكم ان السيد اللي كان تقدم عنده هذه الاعشاب تنشكره دائما ويقول لي مسكينه بنتي انت الوحيده اللي كتشكريني، الاغلبيه ديال النساء تيقولوا لي راه كيخسر لينا. عليها هذه الفكره جاتني وبغيت نتقاسمها مع النساء اللي ما عندهمش هذه الفكره والمبتدئات، راه فكره رائعه لان في الحقيقه هذه الفكره راه مفيده جدا اللي ما عارفاش، كنتمنى تنفعوا ان شاء الله. دابا غندوز معكم الطريقه كيفاش كنحتفظ على هذه الاعشاب هذه. اول حاجه غتاخذوا علبه بحال هكا محكمه الاغلاق زعما وصحيه ورائعه. ثاني حاجه غادي تاخذوا الاعشاب ديالكم غادي تنقيوهم مزيان من التراب وداكشي كامل، ما تغسلوهم حتى شي حاجه كما كتشوفوا دابا النعناع انا عندي هنايا راه ما مغسولش، ولكن منقي ومسيوس وتسوسوا هكا من الاطربه وكلشي، وتاخذوا بابي كويزين بالطريقه هذه. رانا مفرشاه لتحت الا كان واضح لكم على الفيديو، رانا مفرشاه وكتاخذيه بحال هكا على طوله، وكتحطي الاعشاب ديالك بهذا الشكل هذا وكتغطيها. علاش هذا؟ هذا دابا فاش كتحطيه في الثلاجه هذه القفاله هذه كدير بحال كتعرق ديك الرطوبه اللي في الثلاجه، وهذا كيسرد شويه، يعني هذا النعناع هذا بحال كيبقى يتسقب شويه بشويه، هذا كيحافظ عليه انه كتلقاي هذا كتلقيه تقريبا غادي يمشي يتبلل بشويه بشويه على ما يكمل الاسبوع، كيبقى النعناع ديالك جيد ورائع بحال هكا، ما كيصفر ما كيدبال ما تيكحل ما حتى شي حاجه. طريقه جيده كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، جربوها راها مفيده جدا. ديروا بهذه الطريقه هذه النعناع ديالكم، ما تغسلوش غير تسوسوه من الاطربه ونقيوه وديروا ليه بحال الطريقه هذه وسدوا عليه. راه قلت لكم اسبوع حتى 10 ايام هذه الطريقه راه كنديرها مده هذه سنين وناجحه ان شاء الله معايا. وكذلك الشيبه بالمثل تديروا ليها نفس الطريقه حتى هي، كتجيبوها كتنقيوها بحال هكايا كتنقيوها وكتسوسوها من الاتربه بحال هذا الشكل هذا، كتسوسوها بحال هكا وكتحطوها وكتفرشوا ليها واحد بابي كويزين بهذه الطريقه هذه وكتلويوها. راه لمده 10 ايام الشيبه كتصبر اكثر من النعناع، اكثر من 10 ايام كتبقى هاد الشيبه بهذه الطريقه هذه في علبه بحال هكا، اختاروا نتوما العلب اللي بغيتو وكتحطوها وكديروا ليها ضروري من هاد بابي كويزين هذا، هو اللي كيحافظ عليها وكي هو كيبقى بالرطوبه اللي كتكون في القفاله كتبقى تنزل عنده، هو كيسقي بحال كيبقى ديما يحافظ عليها بشويه بشويه، كتبقى لكم واحد المده طويله ان شاء الله. هاد الطريقه هذه اللي بسيطه كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، هاد النصيحه البسيطه والمبتدئات اللي ما عندهمش هاد الفكره تولي عندهم ان شاء الله. وما تنساوش الا عجبتكم هاد الحصه انكم تدعموني وبلي لايك وتشجعوني وتشاركوا معي في القناه باش توصلوا بكل جديد، والى حصه قادمه ان شاء الله مع نصيحه جديده مع خديجه، وشكرا على المشاهده.